السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ في مراجعة لتوتوريال رقم 2 من مادة التي 215 البارت الأول. أول سؤال بيقول لي واحدة من الستورج ديفايسز الموضحة قدام حضراتكم السايز الخاص بيها هيكون 650 ميجا بايت. حضراتكم لازم تحفظوا الأرقام الموضحة قدام كل ديفايس. على سبيل المثال الفلوبي ديسك السايز الخاص بيه كان 1.44 ميجا بايت، السي دي روم 650 ميجا بايت، وفيه نوع منها كان 700 ميجا بايت. الدي في دي العادية كانت 4.7 جيجا بايت. البلوراي دي في دي السايز الخاص بيها كان 50 ميجا بايت. احنا سؤالنا كان على 650 ميجا بايت، فهي طبعا السي دي روم. فقرة رقم 2 بيقول لي one of the following is an example of a lossy compression. احنا عارفين ان الكمبريشن يعني ضغط. lossy compression معنى كده ان عملية الضغط تؤدي لفقدان بعض البيانات ولا يمكن اعادة الملف الاصله. اشهر عيلة بتستخدم lossy compression هي motion picture expert group واشبهها، طبعا اللي هي الجوينت بكتشر اكسبيرت جروب، ده حل صح. الام بي 3 والام بي 4 حل صح. يبقى اذا الاجابه السليمه هي all of the above. طبعا بالاضافه ل لو جالي السؤال ام بي 3 دي اختصار كلمه موشن بكتشر اكسبيرت جروب لير 3. السؤال اللي بعده بيقول لي one of the following is an example of lossless compression. lossless compression معنى كده انه عملية الكمبريشن لا تؤدي لفقدان اي بيانات، يعني انا ممكن ارجع الملف للاصل بتاعه. على سبيل المثال الملفات المضغوطة ببرنامج الوين زاب او الوين رير او الجيف، صور من نوع جيف. احنا لسه قايلين ان الام بي 3 والام بي 4 والجي بي جي دي lossy compression، يبقى الحل بتاعنا هو الجيف وفقط. سؤال بعد كده بيقول لي لو انا عندي ملف السايز الخاص بيه كان 20 ميجا بايت has been compressed، ضغطناه باستخدام compression ratio يعني نسبة الضغط كانت 2.5، يا ترى حجم الملف ال uncompressed اللي هو الملف الاصلي كان قيمته كام؟ تاني انا عندي ملف معرفش السايز بتاعه قد ايه، ضغطناه باستخدام نسبة ضغط كانت 2.5، فطلع ان حجم الملف كان 20 ميجا بايت، يا ترى الحجم الاصلي هيكون كام؟ علشان نحل ببساطة وما نغلطش هنكتب القانون. احنا بنقول ان الكمبريشن ريشيو او نسبة الضغط بتساوي الانكمبريست سايز اللي هو الملف الاصلي على الملف المضغوط. طيب الكمبريشن ريشيو كانت 2.5، طيب الملف الأصلي اللي هو الأنكمبريست هل هو معطى؟ لا ده هو بيدور عليه، يبقى القيمة دي مجهولة. طيب الكمبريست اللي هو الملف المضغوط اللي هو 20 ميجا بايت، يبقى هنعوض، هيديني إن الأنكمبريست سايز بيساوي 2.5 مضروبة في 20، هيديني الناتج 50 ميجا بايت. سؤالي اللي بعد كده بيقول لي one of the following file formats is used for text. حضراتكم عارفين ان التكست احنا ممكن نستخدمه مع الاسكي اللي هو عبارة عن 7 بت كود، ممكن نستخدمه مع الريتش تكست فايل اللي هو عبارة عن انترميديت فايل فورمات ما بين الانواع وبعضها، او النيتف فايل فورمات اللي هي خاصة بابليكيشن معين زي ملفات الوورد او ملفات الاكسل مثلا. يبقى اذا دلوقتي في حالة التكست الفايل فورمات المتاحة عندي هي الاسكي والRTF فايل والنيتف. يبقى اذا الاجابة all of the above. الميتا داتا بيقول لي هنا انها بتستخدم علشان تسهل عملية السيرش عن الملفات على الهارد ديسك، وممكن نستخدمها مع الفوتوغرافز والصور. ففيه نوع منها اسمه إكزف.
النوع دوت مستخدم مع الصور، يعني مثلا ممكن احدد نوع الكاميرا والمكان اللي انا خدت فيه الصورة ديت، بحيث لما اجي اعمل سيرش اعمل سيرش على الصور اللي تم التقاطها بالكاميرا من نوع كانون مثلا، او الصور اللي تم التقاطها في مدينة الرياض دي انا بحددها عن طريق الاكزيف ميتا داتا. للتذكير، الميتا داتا مقصود بيها انها داتا اباوت داتا، بتشمل مجموعة من المعلومات عن تاريخ انشاء الملف، حجم الملف، ازاي بيتم عرض الملف دوت. نيجي نتكلم بعد كده، بيقول لي ان الموشن بيكتشر اكسبيرت جروب والجابي جي دي تكنيكس بتعتمد على ما يطلق عليه فاست كودينج ولا اللوسلس كومبريشن ولا البرسبشوال كودينج ولا نون اوف ذا اباف. احنا لسه قايلين دلوقتي ان اللوزي كومبريشن كان انواعه الام بي اي جي والجابي جي. طيب هل هنا في الخيارات فيه لوزي كومبريشن؟ لا، يبقى معنى كده انها واحده تانية. طيب طبعا اللوسلس كومبريشن خطا والفاست كودينج خطا، معرفش ايه الفاست كودينج دي، ونون اوف ذا اباف دي برضو شاكك فيها. لكن احنا عارفين ان الام بي اي جي والجابي جي والام بي 3 بتستخدم ما يطلق عليه بيرسبشوال كودينج. بيرسبشوال جايه من بيرسبشن يعني الادراك. الفكره انه عمليه ضغط البيانات بتؤدي لفقدان بعض البيانات من الملف. طب ايه البيانات ديت؟ اللي هي الترددات او الالوان اللي العين البشريه ما تقدرش تلاحظها او الاذن ما تقدرش تسمعها، يعني بيانات غير مفيده. يبقى علشان كده عملية الضغط هنا بتتعامل مع البيانات اللي يمكن للبشر ان هم يدركوها او يفهموها. يبقى انا ممكن السؤال يجيني على شكل مقالي يقول لي هو ليه الـ MBEG والـ JBG بيتقال عليهم ان هم Perceptual Coding؟ هنقول له لانه الـ Lossy Compression Algorithm هي نوع من الـ Perceptual Coding، لانها بتراعي الحواس الخاصة بالبشر وبتعتمد على الميديا كاركترستكس اللي ممكن تتشاف او تتسمع ويمكن اهمالها. سؤالي اللي بعده بيقول لي نقط اذ او ار بيرمننت يعني دائم and non volatile storage devices. طيب احنا عايزين حاجة تنكتب فيها البيانات بصفة دايمة وما تفقدش عند انقطاع التيار الكهربي، يعني ممكن تكون الرمة او ممكن تكون الهارد ديسك. يبقى اذا الاجابه هتكون البي والسي.